الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات دي يا جماعة فيها بيان الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى من خلقك في الدنيا دي ما خلقك زي أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله ما خلقنا زي ما ركزوا في كلامي ده كويس. الله خلقنا لغاية معينة، الغاية دي لو حققنا احنا في الدنيا دي بنعيش سعدة، ولو متنا الله بيرحمنا، ويوم الفصل يوم الحساب الله بدخلنا الجنة وبينجينا من النار. ولو ضيعنا الغاية دي احنا في الدنيا بندعب وفي الآخرة بنشقى. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هي الغاية شنو؟ أن نعبد الله سبحانه وتعالى. قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ده امتحان، أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومش الله خلقنا عشان نعبده؟ قال نعبد براه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. جبهتك دي ما تخدها في الواطاء لغير الله، عضلك ده ما تملاه حجبات ولا تعلق ولا أربع حجاب أقطعين طوالي. وأنا والله متكيف جدا، بس أنا مما جيت الحلة دي والله يا ما متكيف، ما كلام بتاع سياسيين، أنا بكره ذات السياسة. متكيف أنت عارف ليه؟ أول شيء جينا داخلين الحلة دي ما جاية طا يا جماعة، في تقديراتي أنا ما شايفين جوطة وبنات متبرجات، معناها في رجال، الحلة دي فيها رجال، والله فيها رجال والله. بعدين شفت الشفع الدقدق ديل ما تشوفهم كذي والله، ديل صواريخ. بعدين أوريك كيف، أنا أوريك عليهم متكيفين كيف. بس أنا قبيل العصر وقفت هنا جاني شاب صغير، هذا قوم على حيلك. طيب تعال هنا، أنت صاحبي ولا ما صاحبي؟ ها؟ أيوة ده صاحبي الطيب ده، أنا صاحبته الليلة دي الطيب ده والله. قبيل لقيته هنا جنب الباب ده، قال لي اوه احمد البدوي يا ده الجنة دقيق ده، والله متكيف منه. قال لي انت مش احمد البدوي؟ قلت له جا سلم عليك لي. عرفت شوف عدين المفتحين والله، الدراويش ديل طارت لي. وناس ده بتقدر تطلع منه حق حجاب؟ ها تقدر؟ عن الناس ديل بيكبروا كيف؟ واحد بيكبر لما يتهزى، ديل بتقدر تغشهم؟ اوي فتح عينك الليلة بكشف، اكشف اوعك ترجف والله، الا ان شاء الله اكشف شديد.
معانا شوف بعدين هسه شويه ولا كتار اللهم بارك. قال اتحداك طلع منهم الحجاب، فيكم واحد لابس حجاب يا جماعه؟ عقيدتكم في منو انتم؟ عقيدتكم في منو؟ يا الله الله اكبر، والله الشغله دي جات تطليون الناس دي. الله اللي بيجي يبيعوا ديل جات تطليون، وبيجوا يشربوا اللبن وبيقعدوا قريب هنا دي، اوعك ترجف ناس نزات، وخليك ثابت ما تجي كل دقيقتين جنب ضاني تتكلم لي، ما خليك ثابت. شفت كيف؟ زول موحد ده قال لك وجاء من اقصى المدينه شنو؟ رجل شغل دي رجال، ما في نبي مرة، لاقاك نبي مرة؟ لاقاك رسول من الرسل، الله رسله مرة؟ الله رسلهم كلهم رجال، لانه دي مهمه دايره رجال، المهمه دي دايره رجال، ناس وسود كده يجوا ماشيين في الوطاء مشيه اقوى من الكراكه، عرفت كلامي؟ ناس يكونوا ما زول وشو شبر كده يخوفهم، بشر كده زيهم يخوفهم ما والله. بعدين حل يا اخي رجال بيجوا بيسلموا علينا، ابسف جا سلم علينا، شباب مفلفلين جو سلموا علينا، اطفال سلموا علينا، معناه نحن هسه انا بمشي مطمئن ان شاء الله، والله الذي لا اله غيره. الغرى الجنادي كلها من هناك، نزلنا في كم منطقه هناك نزلنا وبيتنا، برضه ناس كويسين نحسبهم. ثاني الصباح جينا سوق، لكن والله انا ما تكيفت في محل زي المحل دي ابدا، ما تكيفت. ليه؟ لانه يا اخي بس شفت التكبيرات دي، تكبيرات بتاعت الشفع دي مكيفاني جدا، واقبالوا عليهم قاعدين من العصر مسخنين ديل، والله ديل بعدين انا قايل ما بشي فيكم واحد بشيل نوبه؟ ها؟ فيكم واحد بتاع فته بتاع توم؟ ولا انتم موحدين؟ الله كم؟ الله اكبر يا اخي. يا اخي شو الشغل ده كيف يا اخي؟ والله ده شغل. قال لك وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاء شغل نظيف، ما زول كسلان، دعوه دي ما دايرات تكون كحيان وكسلان وكذا، وديل هسه يخوفوا في الناس. دراويش ديل قالوا محاضره ما تقوم وململمين غرى، واحد برضه قال لهم انا بدخل الجنه 600 نفر بدخلهم. جنة دي انت قال جنة اطفال بيدخلهم زايتة تدخل الجنة انت؟ وفي زول بيدخل له زول الجنة؟ ده درويش بيدخل له زول الجنة؟ هو خشاع عشان يدخل الناس؟ انت قايل سوق تدخلهم زايتة ولا مدرسة تدخلهم؟ يا زول دي جنة الله سبحانه وتعالى، والجنة دي سايق قال لك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله يا ناس خلقنا للعبادة، نعبده ننكسر له نتضرع له نتذلل له نعظمه سبحانه وتعالى، مش خلقنا للعبادة. اي الله ركزوا معي، في بشر ما بيعبدوا الله، بيعبدوا الشمس. بيعبدوا شنو؟ بيعبدوا الشمس. انا داركم انتوا اهم لي من الناس الكبار دي، شفت انتوا ابو الطيب اهم شيء انتوا، عرفت كلامي؟ طيب ده صاحبي انا صاحبته، كلهم ان شاء الله كويسين والله جد ان شاء الله. شفت ده ابشال ده ان شاء الله بعدين بيقلب البلد، يقلب اشتغل شغل نظيف صح ولا بتتفزر؟ ثابت انت ولا ثابت؟ الله اكبر يا الله، يبقى ضحكتك دي ان شاء الله تبكيهم جت ان شاء الله، شغل نظيف ان شاء الله. في ناس عبدوا الشمس، الشمس دي شايفها بالنهار دي، في ناس عبدوها. لما في طيره زعلت، طيره عديد زعلت من الناس دي، اليهود هدهد، وجلي سليمان عليه السلام فقال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امراه تملكهم. ناس مولين عليهم مرة، القائد بتاعهم مرة، ديل بينفعوا؟ أسي في ناس بينادوا مرة في البلد دي، مش في قبة بتاعت مرة هنا في البلد دي؟ في المنطقة يعني قريب منها، في والله الناس ديل خلاها زي الشغل، اسمها ريا ولا اسمها جنوة بعرفها، ها؟ ريا في صح ولا ما صح؟ ها؟ حبوب الريا في ولا ما في؟ ما أنتم بتنادوا حبوب الريا؟ ولا بتنادوا الله؟ حبوا بريه قاعده برا الواطه ولا تحت الواطه؟ كتلة منو؟
قتل الله يبقى الله قوي ولا ما قوي؟ قتل رقد الاجتهاد ثاني تنادي هي ولا تنادي الله القتله؟ الله شغل نظيف والله شغلكم نظيف. اخ معقوله يا اخ حبو بريه في ما شاب ذات حبوه بعدين دار لها عكاز كان حي ذاته دي تلحقنا انا يا اخي هوي اللي كن ثابتين شغل له نظيف. ناس عبدوا الشمس لما الهدهد قال لي وجدتها وقومها إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طير زعلانة قالت البشر ديل بشنب ديل معقولة يا أخ هم والرئيس بتاعنا المرأة يعبدوا لهم الشمس؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. نهدين ما يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله سبحانه وتعالى. يبقى في ناس عبدوا الشمس في ناس عبدوا شنو؟ الشمس دي الخطهم بيجاي خطهم هنا محل التلفون ده عبدوا الشمس. في ناس عبدوا النار شفت النار دي؟ النار دي بولعوها بعد تبقى كبيرة بيعبدوها دي اللي يسمون المجوس يسمون شنو؟ المجوس دي الخطهم بيجاي. في ناس عبدوا الملائكة عبدوا شنو؟ ملائكة خدتهم بيجاي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. عبدوا الملائكة. في ناس عبدوا البقر ديل في الهند بيعبدوا البقر يعني لو جاء عند القاعد يضحكوا عليهم يا أخي أنتم معلمين يا أخي يا جماعة والله البلد دي فيها خير يا والله يا جماعة ما شفت أخونا ذا البير من هناك يكبر ويكورك ما شفته محروق ذول نحسب ومحرقه شغل الشرك ده والله عاجبه التوحيد فرحان بالتوحيد. المسلم ده ما بيفرح يا أخي المسلم ده لما يوحد الله الله ده لما يعبده براه وبيفرح يا أخي فرح شديد يا أخي يتهز كده من جوا قلبه يكون ذول ومكيف جدا والله يا جماعة. عبدوا البقر عديل كان جات بقرة ماشة كلهم بيقيفوا ولك هوي البقرة جات اعمل حسابك وكان البقرة خشت البوتيك خشت لهم جوا البوتيك خلاص بيقولوا البقرة بركت البوتيك وما بيضبحوها ما بياكلوا لحم بقر. انت بتاكل لحم بقر ولا ما بتاكل؟ تجغمة طوالي بالشطة وجديل بيعبدوها تضبحها وتجغمة بالشطة طوالي كده طوالي تاكلها بمزاج ولو انتم مواهيم تعبدوا لحم بقر تعبدوا البقر نحن بناكل البقر ذاته نشرب لبن والله انتم معلمين نشرب لبن وقال لك والله شوفوا عليهم مركزين. اها في ناس عبدوا البقر ديل عندهم عقل ولا فاكة منهم؟ انت رايك شنو الطيب ديل عندهم عقل ولا مهاترشين؟ شغلك نظيف ابو الطيب يعني. الله شغلك انا لو عندي بيت والله ازوجك. لا طيب والله يا الله اكبر يا السنون وديتها وين الطيب؟ ها شغلك نظيف والله والله بيه والله بيه سنونك دي انا اديك والله لو عندي بيت والله ازوجها لك والله لكن ما عندي المشكله قول الله يديني بيت قول امين امين الله يديني 20 ازوج لك انت والله انا جاد والله والله اسود والله يتوى. والله الذي لا اله غيره. الله اكبر. شوف الشغل اللي كيف يا اخي. في ناس عبدوا البقر عديل بقر عبدوه. ديل خدتيناهم بوين؟ مش خدتيناهم بجاي؟ ايوه. في ناس عبدوا الناس. ناس عديل عبدوهم. كيف عبدون؟ كيف عبدون؟ قالوا الشيخ بيعلم الغيب زي ما الله بيعلم الغيب. في شيخ بيعلم غيب؟ الله قال في القرآن قل
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله بس هل بيعلم الغيب؟ ما في شيخ بيجيب الرائحة، ما في شيخ بيجيب البقرة المضاعة، ما في شيخ بيجيب الذهب، ما في شيخ بينفع ما يقول شوف لقوا ماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. معقول يا أخي في شيخ بيعلم غيب؟ ولو بيعلم الغيب أسأل أي زول يقول لك أنا بعلم الغيب؟ بس أيوة أدي سؤال واحد بس، قل للقيامة بتقوم متين؟ بيعرفها يا جماعة؟ ما بيعرفها يا أخي، ده مجاسفة يا أخي، ده ما بيعلم غيب يا أخي، ده داري ياكل. الله انت كشفت والله، الله انت بسديري كشفت، داري ياكل صح؟ ده داري ياكل صح؟ داري يدو حق بياض ويدو حق محايا ويقول لك بنوم بالخيره، والناس مفتحين ما لقوا الرايحه، انت تنوم تلقاه كيف؟ لا مفتح عديل بيفتش بالكشافه ما لقى بقرته الرايحه، انت تنوم تشخر تلقاه كيف؟ بيلقاه؟ والله اذا ما يلقاه والله اذا تلقى الساي هوى الساي. الله قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في ناس بيعبدوا البشر عديل كذي، اتخذوا احبارهم، الاحبار دي الجمع حبر، والحبر العالم. الله سبحانه وتعالى قال لك في ناس بيعبدوا الناس، اوعك تزعل، قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الرهبان جمع راهب العابد، يعني عبدوا العلماء وعبدوا العباد من دون الله، عبدون عديل كذي. الزول بيسجد للشيخ والشيخ بيمد له يده بيمس له يده، أسيت لو دار تسلم علي أنا بسلم عليك كيف؟ مش كذي؟ صح ولا ما صح؟ ولا الشيخ ما بمد يده كذي، بيقول لك كيف؟ عليك الله شوف ده، بيقول لك كيف؟ يا أخي أنت مفتح عديل ولا أنت ما كاشفون عديل؟ يا جماعة الناس دي موحدين عديل يا جماعة، كاشفين الجماعة تاني وينو شهابهم؟ شهابه وينو ضحوية وإخواننا دي مرغن، انتم لاوزين تاني الحلة دي خايفين عليها تاني؟ عانى الجنة ده كشفوا، شفت بصلعة ده ده مسافة شعره يقوم؟ لا يا جماعة والله قال لك اوي بيمد يده كدي، بيمد لك يده كدي، وداك يجي جماعة يجوا دراويش بدل يسلم على كذي يمد له كذي ويمسك له يده يبوس له، اوعك تبوسه، لو مد لك كذي عضيه طوالي، عضيه على حسابي انا ما بزول بيسالك عشان مده يا اخي. تذل الناس ليه يا اخي؟ الله خلقهم كرما يا اخي، ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انت تذلهم ليه؟ يبوسوا لك يدك وينكسروا لك ويملوا لك الابريق ويخطوا لك التبروقه ويجاروا وراك، وتجي تذلهم وتقول لهم ها كنا المحايه دي اشربوها، ما لي ابزاغ محايته دي، ما لي ابزاغ، بباقي السفه طبعا عمك بدردمه، شفت كيف؟ بباقي السفه وخدها يديك لها كذا تفتف كذي، انت تشرب بزاغ ولا معاه باقي زفة ما كعب؟ هو لما يمرض ما بيشرب دي، دي ما بيشربها، بيمشي وين؟ يمشي الاردن ويمشي مصر يدو حقن طق طق طق. انت كان مقتنع بمحايتك دي ليه تمشي يدو حقن وتقعد تنادي في الشيوخ؟ واحد ناداون عديل كذي اسمه البرعي ناداون، قال ايه يا غتاية وحامدة بعصايا تسيل تزيل الحصايا وامراض كلايا، قال عندي حصوة زيلوا علي، حامدة بعصايا فرتك وغتاية فرتك، وهو ذاته في حصوته مات طوالي. الله ده ما قوي شالوا انشد، ولكن اعبد الله. والله والله جبتوا شفتوا التكبير ده؟ التكبير ده بيازة ناس كذي يحرقون، انا مكيفني جوا بتكيف جوا انا لما تكبر الله سبحانه وتعالى، لانه الله فعلا كبير سبحانه وتعالى، الله الذي لا اله غيره.
شغل نظيف والله. والله انتوا ان شاء الله تدكوا الواطد دك والله. والله تشتغلوا شغل في النازل، ورونا النساوين في البيت تورون. تقول لا يما اوعى تمشي للشيخ، ما عنده اي شيء. الشيخ ده زول زينا، بياكل زينا، بيشرب زينا، عنده عينين زينا. الشيخ عنده اربع عيون ولا عينين؟ عينين. وانت عندك كم عين؟ ها افضل منك بشنو؟ ولا اي شيء، ما عنده اي شيء. مستعبد زاد، ضيع زمننا، مجرم زاد. عنده كم يده؟ وانتوا عندكم كم؟ ها افضل منك بشنو؟ ولا اي شيء. الله قال ان الذين تدعون من دون الله، وبشرك انت احسن من الشيخ واحسن من نانا ذاته. اوريك كيف انت احسن من الشيخ واحسن مني. نحسبك عارفين ليه؟ لانه انت مرفوع عنك من القلم، ما في ولا ذنب. وداك ما معروف لخبطه ولا عليم ربه، هو ملخبطه كله. كنت جاتهم جواتهم. ان الذين تدعون من دون الله، بيتنادون ديل يا فلان ويا علان ويا برع يا مكاشف يا تايا غيره. ان الذين تدعون من دون الله عباد، ديل عباد. قال لك ما اسياد، عباد ولا ما عباد؟ عباد. عباد امثالكم زي التنين. والله الذي لا اله الا هو. شو النظيف والله. اها جماعه النازل لما عبدوا البشر، وديلك عبدوا الشمس، وديل عبدوا النار، وديل عبدوا القمر. الله سألهم، يلا ركزوا معاي بعد. الله سأل العباد ديل، قال لهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أخير الله ولا أخير ديل؟ الخطيناهم بيجاي أخير منه. أخير الله. ليه أخير الله؟ قال لك أمن خلق السماء. يا أخي متصف بصفات الكمال، يا منزه عن صفات النقص. يا خلق العباد يا أخي أحسن، أحسن للناس يا أخي، أنعم عليهم يا أخي، يا أخي كريم يا أخي، رحمن رحيم. كيف تساوي بيدين؟ تساوي كيف بيدين؟ تساوي بهم كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، سماوات دي خلقها منه؟ الله. والأرض خلقها منه؟ الله. تعرف في فقيه واحد، فقيه من الجماعة ديل، من الدراويش ديل، فتنتون ديل، شفتها؟ قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها. قال أنا بنيت السماء. إنتوا رأيكم شنو؟ كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب. مجرم والله، مجرم منافق والله، أقعد منه. أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال أنا بقدر أطفي النار، كان ما خجلان من الله. قال كذاب ولا ما كذاب؟ قال يا قال ما شغل نظيف والله الذي لا إله غيره. أنت خلقت السماء؟ سماء خلقت أنت؟ الله قال أأنتم، الله سبحانه وتعالى قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. البناء ده منه؟ الله. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ده سواه منو ده؟ الله. يا في شيخ هنا دخل في الشغل ده؟ في شيخ وصل السماء؟ ابنيها بكم طوبة سيدة وشغال معاه منه بيقدر يبنيه؟ والله ما يقدر. وكان قال له بس حبيشة كذي وتعال، بيقدر؟ عن القمر دي، عن النجمة دي بيقدر يصلم؟ يا أخي ده بتاع محايات ساي، كذاب ساي، مجرمين ساي والله. قال ليك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. المطر بينزل منه؟ واحد في الخرطوم اسمه الخنجر، اسمه صلاح الخنجر، قال شيوخنا في السودان بينزلوا المطر. ده كلامه حق ولا كذاب؟ كذاب يا اخي. الله يشوف عدل اللي كشفوا الجماعه دي.
الله اشتغلت شغل نظيف والله. اذا الله يدخلكم انت وابهاتكم وماتكم الجنه جوا طوال، تخشوا الجنه دي شفتوا وتاوقوا للمجرمين في النار. في مجرمين انا ما بعرف من بخشوا منهم، واحدين منهم يخد تاوقوا لهم جوا تقول لهم يا مجارمه كشفناكم في الدنيا. يعني شغل نظيف توحيد ده ما في اعظم منه. الله واحد دي ما في احسن منها، ما يغشوك. اوعك تعتر تقول يا فلان الحقني الحقك كيف، وزول جوا القبر تقعد تناديه يا ود بدر الحقنا. وين هو ود بدر؟ اوعك تزعل، انا ما نبسته ليه. اوعك تزعل، فهمت كلامي؟ قلت لك الزول ده مات، ومات جد عنده خليفه ولا ما عنده خليفه؟ ليه سووا له خليفه؟ لانه هو مات. اوعك ترجف، زولنا ذاته ما ترجف، مات زولك. رسول عليه الصلاه والسلام فارق الدنيا، ابو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فان محمدا شنو؟ قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. قلنا لك زولك مات، هو مات جد ما مات. الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نحن ماسكين في الله الكتل انجد، والله الذي لا اله غيره. عقيرتنا فيه براء وكذب، لا بنوم لا بينعس لا بيدعب لا بيمرض، متصف بصفات الكمال. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه شنو؟ سنة ولا نوم. انت عارف سنة يعني شنو؟ يعني ما بينعس. الله ما بينعس ولا بنوم. قوي ولا ما قوي؟ وديل بنوموا ولا ما بنوموا؟ يقول لك ننوم لك بالخيرة، تنوم ليت انا ما بنوم براي. هو في خيرة؟ انت بتنوم براك، انت بتنعس براك، انا ذاتي بنوم. لكن الله ما بنوم، الله قوي سبحانه وتعالى. والله قال امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. لا في زول بينزل المطر، لا في زول بينبت الشجر. أإله مع الله؟ في أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. نازل بيسووا المخلوق بالخالق. يقول لك الله بيعلم الغيب وشيخنا بيعلم الغيب. كذاب مجرم. الله بيدي الجنة وشيخنا بيدي الجنة. الله نحلف فيه وشيخنا نحلف فيه. الله بنجينا من الشدائد وشيخنا بنجينا من الشدائد. ده شرك ولا ما شرك؟ ده لو ما شرك تاني في شرك في الدنيا يا اخ، ده شرك في الله يا اخ. يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. الجبال دي هسي ما جنبكم جبال فيها جاي؟ مش في جبل أملس كذي؟ ده الفقير بيقدر يطلع فيه؟ ولا بدوك على شلوفته الوطا؟ ما بدوك؟ الجبل ده البقاوة أملس كذي منه؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى يا أخي ثبت الأرض دي، ثبتها بالجبال دي. شاكي يوم القيامة الجبال دي بتنتهي، أول ما الله نهى الأرض بترجف طوال. قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مما ينتهي من الجبال طوال الواطب ترجف. إذا زلزلت الأرض شنو؟ زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ده الله القوي سبحانه وتعالى. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ده الله سبحانه وتعالى إلى آخر الآيات. ولذلك يا جماعة هوي قال لك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ فيه في إله مع الله؟ أيوة. بل أكثرهم لا يعلمون. ما بعرفه السيزون بنادي غير الله ده ما أعرف الله، والله ما بعرف الله. والله يزول يقول شيخ فلان بحوط الرايحة، فكيف فلان بحوط الرايحة، والله ده ما أعرف الله، والله ما عظم الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى
عما يشركون الله سبحانه وتعالى تعظمه. يا أخي قال لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قاسي البحر لما يجي والسفينة دائرة تغرق، عرفت كلامي؟ السفينة دي دائرة تغرق، اللي بينجي الناس من الله سبحانه. لو العربية دائرة تنقلب وميلت في الخور وفي الترعة خلاص دائرة هوت، دائرة تنقلب، بينجيك منه، تنادي منه في الشدائد. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ في مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ناس زي الحجج الله عليهم كثيرة لكن ما مركزين ولا بيقتنعوا ولا دارين يرجعوا لي الله سبحانه وتعالى. عشان كذا يا جماعة هوي الله ده سبحانه وتعالى قال وإلهكم إله واحد. الله كم؟ واحد. تزالوا الجماعة ديل شفت العقائدهم في البشر ديل أسألون قول لهم الله كم؟ بقول لكم واحد. قول لهم في الشدائد بتنادوا الشيوخ ليه؟ بيقدروا يجاوبوا؟ ما بيقدروا يجاوبوا. عليك الله أسئلة كذا بالراحة كذا. أنا داير أسألكم سؤال بالراحة، مركزين أنتم معاي؟ شوف نازل موضوع ده واضح. لو في شيخ هسي قاعد هنا دي حي ولا ميت، حي هنا دي منطقتكم دي زي ما شنو؟ تمام قاعد هنا دي، واحد ناداه في حلفة، زول قاعد في حلفة نادى الشيخ ده هنا دي. قال يا فلان الحقني. واحد في كسلة ناداه، واحد في القضارف ناداه، واحد في خشم القربة ناداو، واحد في عقبرة ناداو، واحد في الخرطوم ناداو، واحد في الجزيرة ناداو، واحد في البطانة ناداو. ده الكتار ولا مكتر؟ وهو كم؟ شيخ هذا إلحق ناس كسلة ولا إلحق بتاع القضارف ولا خشم القربة ولا يتقطع ولا يسوي شنو؟ بيقدر يلحقهم؟ الله بيقدر ينجيهم جت ولا ما بيقدر؟ بيقدر يا أخي ده عظيم سبحانه وتعالى براه كذي بينجيهم كلهم سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فأنا يا جماعة كلامي انتهى لأنه عندنا مواضيع تانية. خليكم الناس موحدين، حجبات أوعى تلبسوها تيدعوها طوالي، جابوا لكم محايات تشيحوها طوالي، بخرات قول لهم واي نحن هم نتبخر، نحن رجال ما بنقعد في منقد. المنقد ده حق بيت عشوشة ولا والدبرك؟ ها؟ حق الراجل ولا المرأة؟ المرأة انتم ناس رجال بيسي ديري كذي تبارك ايه بذات عرفت كلامي؟ ما تمشي لي دجال تقول لي الرايحة، قول لي انت الفك ذاتك رايح ما عارف الدرب، تجيب لي الرايحة انا انت ما عارف ذاتك، انت ذاته ما بتشوف ذاته. والله تبع الراقيق ده تفرتقهم بعدين ان شاء الله، والله معلم عديد. فنسأل الله يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى ويأخذ بالنواصي الى البر والتقوى. ونحن والله بر لهذا الكلام متكيفين جدا، يعني انتم الليلة والله قرة عين لينا ولأبهاتكم ان شاء الله.